بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء طلاب برايمري 6، أهلا بكم وحلقة جديدة من مستر ساينس مع مستر شريف الهواري. كنا آخر مرة اتكلمنا فيها عن النيرفس سيستم، اتكلمنا إن هو بيتكون من تو بارتس اللي هما تو مين بارتس اللي هما السنترال نيرفس سيستم والبريفيرال نيرفس سيستم. خلصنا السنترال اللي هو كان بيتكون من اتفقنا آخر مرة اللي هو المدير بتاعنا اللي هو البرين، والسكرتير بتاعه اللي هو السباينال كورد. النهارده ان شاء الله هنكمل كلامنا بقى عن البريفيرال نيرفس سيستم اللي هو بيسموه باسم الجهاز العصبي الطرفي. يبقى الاول كان المركزي، المره دي ايه يا اولاد؟ الطرفي. طيب ايه هو يا مستر البريفيرال نيرفس سيستم؟ اللي هو it is the nervous which emerges from، يعني الاعصاب اللي بتخرج، كلمه emerges دي يعني بتخرج او بتمتد، from the central nervous system يعني بتخرج من البرين. يعني شايفين يا اولاد بصوا المخ هنا اهو، الاعصاب اللي بتخرج من المخ وتروح لعينيك وللاي والنوز والاير والماوث، يبقى كل الاعصاب اللي بتخرج تتوزع على السنسوري اورجانز ديت بيسموها باسم ايه؟ بيسموها باسم كرينيال نيرفس. خلي بالك، يبقى الاعصاب اللي بتخرج من المخ وبتتوزع بقى وتروح للسنسوري اورجانز عندك اللي هي الاي والنوز والاير، دول يا شباب بيسموهم باسم كرينيال نيرفس. اللي هم عددهم كام يا مستر؟ عددهم 12 pairs of nerves. 12 pairs يعني 24، لان كلمه بير معناها ايه يا اولاد؟ معناها 2. فلما يقول لك في الامتحان the number of cranial nerves 24 nerves يبقى كلامه صح. لكن لو قال لك 12 بير، هي لو قال لك 12 pairs يبقى نخلي بالنا. يبقى لو قال لك بيرز، لو انت شفت في الامتحان مثلا في تشوز وقال لك سبيس بيرز يبقى تقول له كام؟ 12. لكن لما يقول لك الكرينيال نيرفس ايكوال سبيس نيرفس وخلاص، تمام كده، هتختار ساعتها ايه؟ 24 لو هو قال لك كام نيرف بس. لكن لو جاب لك سيره بيرز هتروح انت قايل له ايه؟ 12، لان بير معناها زي ما احنا قلنا 2. النوع الثاني اللي هي بقى السباينال نيرفز، وواضح جدا من اسمها ان هي النيرفز اللي بتخرج منين يا اولاد؟ من السباينال كورد. بصوا كده في الصوره دي، ده السباينال كورد اللي احنا اتكلمنا عنه المره اللي فاتت اهو. الاعصاب بقى اللي عماله تخرج منه دي تتوزع في الجسم عندك، دي بيسموها باسم، طبعا في كل الجسم يا اولاد بيسموها باسم سباينال نيرفز. طب عددهم كام يا مستر دول؟ عددهم 31 بيرز، يعني 31 زوج، يعني واحد، يعني كانك بتقول ايه بالظبط؟ كانك بتقول 62 نيرفز، 62 عصب بيخرج من السباينال كورد، اللي هم كام بير؟ اللي هم 31 بيرز. فهمنا كده؟ يبقى 31 بيرز emerges from the spinal cord while 12 بيرز of nerves emerges from the brain. تمام كده؟ احنا كده عرفنا يبقى مين هو ال peripheral nervous system، اللي هي nerves which emerges from the central nervous system like brain and the spinal cord. طب يا مستر في ال peripheral nervous system بقى ايه هي الفانكشن بتاعته؟ ايه وظيفة ال peripheral nervous system ده؟ احنا كنا شبهناه المره اللي فاتت وقلنا عليه ان هو الموظفين، اتفقنا ان المخ ده هو المدير والسبينال كورد ده السكرتير بتاعه. طب هو المدير والسكرتير هيروح يجيب يعني يتوزع في جسمك بنفسه عشان يستقبل بقى الاشارات واللسعه والقرصه والحاجات اللي انت بتحصل لك دي؟ لا طبعا، فبيبعتوا الموظفين بتاعتهم اللي احنا سميناها باسم ايه بقى؟ اللي هي النيرفس، الاعصاب، عشان تنتشر في جسمك بالكامل يا اولاد. طب وبعدين؟ والله الراجل ده بقى يعني خد ابره هنا اتلسع اتقرص، تمام، او شاف حاجه خوفته، مين اللي ينقل بقى؟ الموظفين دول ينقلوا الاشاره لمين؟ للسباينال كورد، السكرتير بتاع المخ. وبعد كده السباينال كورد يطلع الاشاره دي لمين يا اولاد؟ للبرين، والبرين يديله الامر بقى، يرجع له الاوامر تاني للسباينال كورد، والسباينال كورد يروح يقول للايه؟ للاعصاب دي، ده البرين قال لك ابعد ايديك او لما شفت حاجه خطر اجري. يبقى معنى كده يا اولاد، خلي بالك كل الكلام ده بيحصل سبحان الله يعني في اجزاء من الثانيه، اجزاء. يبقى what is the function of a peripheral nervous system؟ وظيفته ايه يا اولاد؟ it delivers the sensory information، يعني بينقل او يوصل، عارفين كلمه delivery كده؟ يبقى it delivers ينقل او يوصل the sensory information اللي هي الاشارات
او المعلومات الحسيه. يعني ايه المعلومات الحسيه؟ اللي هي الاحساس اللي انت حسيته، حاجه سمعتها، حاجه شفتها، حاجه شمتها، قرصه، لمسه، لسعه من نار او حاجه، كل دول بيسموهم باسم سنسوري انفورميشن. طب بينقل ايه كمان يا مستر؟ وبينقل الموظفين دول بينقلوا كمان الكاينيتيك ريسبونس. يعني ايه كلمه كاينيتيك ريسبونس؟ يعني الاستجابه الحركيه. يعني ايه يا مستر؟ يعني والله انت وصلت للمخ اشاره، فالمخ لازم يبعت لك العكس عن طريق الموظفين بتوعه اللي هم النيرفز دي، يبعت لك الكاينيتيك ريسبونس اللي هي الاستجابه الحركيه، اتحرك بقى، اجري، غمض عينيك، تمام كده. يبقى طبعا يبقى وات از ذا فانكشن اوف بريفيرال نيرفس سيستم، وظيفته ايه؟ ات ديليفرز سنسوري انفورميشن اند كاينيتيك ريسبونس، يعني بينقل المعلومات الحسيه اللي انت بتحسها، مش كده وبس، كمان ده بينقل الاستجابه الحركيه اللي انت هتعملها اللي هي الاعصاب للموظفين دول، between the central nervous system and all parts of body، عمال ينقل ما بين جسمك وما بين السنترال نيرفس سيستم، ياخد من جسمك الاشارات ويوصلها للبرين والسباينال كورد، وياخد الاستجابه الكاينيتيك ريسبونس من البرين والسباينال كورد ويوصلهم لجسمك مره، ايه مره تانية. يا ريت يا رب نكون فهمناه، لما تفهم هتعرف تحفظ بسهوله. طب يا مستر احنا كده عرفنا الفانكشن بتاعته، طيب عايزين نعرف يا مستر حاجه مهمه جدا بتحصل مسؤول عنها. خلاص كده انتهينا من الجزء بتاع البريفرال نيرفس ايه يا اولاد سيستم. تعالوا بقى نتكلم عن ذا ريفلكس اكشن. كنا اتفقنا الحصه اللي فاتت ان مين الاورجن اللي هو ريسبونسبل فور ذا ريفلكس اكشن؟ طبعا السباينال كورد. خليكم معايا في دي الاول. السباينال كورد ات از ذا ريسبونسبل اورجن فور ذا ريفلكس اكشن. يبقى هو يبقى لو جالك في الامتحان وات از ذا امبورتنس اوف سباينال كورد، او هو مسؤول عن ايه، اهم حاجه لازم تكتبها ان هو ريسبونسبل فور ذا ريفلكس ايه يا اولاد اكشن، مسؤول عن الرد الفعل بتاعك او الفعل المنعكس بتاعك. طب يعني ايه ريفلكس اكشن؟ بص على الصوره دي كده، الولد ده او البنت دي، ما هنا في مثلا نبات زي الصبار، كاكتوس او حاجه، في شوك، فهو مش واخد باله، بيحاول يمسك ورقه النبات دي، مره واحده راح اتشك منها من الشوكه بتاعتها. فايه اللي يحصل؟ بصوا على الحركه بتاعت الايدين يا ولاد، شايفين دي؟ وريك ان هي السرعه بتاعت ان هو بعد ايديه لفوق. طيب ايه اللي حصل هنا؟ حصل ايه يا ولاد؟ هنا حصل اللمسه، يعني هنا في كده السنسوري انفورميشن، الاشاره راحت لمين؟ امشوا معايا كده، راحت عن طريق النيرف ده، العصب ده اللي انا ماشي عليه بالقلم، راح للسباينال كورد. سبحان الله، هنا السباينال كورد اللي هو سكرتير المدير يقول لك انا لسه هوصل للمدير فوق، لا لا انا هتصرف انا بسرعه في الحاله دي، في الريفلكس اكشن ده انا اللي هتصرف، وابعد الايد بتاع الراجل ده، ابعد الايد بتاعتي عن الشوك ده. ففعلا يا ولد انت اول ما بتلمس الشوكه بتاعت النبات انت بتعمل ايه على طول؟ تلقائي كده تلاقي نفسك سحبت ايديك بسرعه. طيب بعد كده يقوم بقى السباينال كورد يقول لك ايه، انا خلاص اتصرفت والحمد لله لحقت نفسي، ابعد بقى للمخ. يوم المخ هو اللي يبتدي يحس بمين؟ بالالم. بعد كده تلاقي انت بعد ما تشك في صباعك تبص تقول يا مستر انا دي وجعاني قوي، تقعد بقى تتالم. مين بقى مصدر الاحساس بالالم ده؟ هو البرين دلوقتي، خلاص المخ وصل له المعلومه واتقال له ان انت خلاص اتشكيت، فيقول لك خلاص انا كده حسيت بالالم ده. فهمنا يا شباب؟ يبقى المهم الخطوه اللي انت عملتها اوتوماتيك دي، الحاجه اللي انت عملتها من غير ما تحس دي، بيسموها باسم ايه؟ ريفلكس اكشن. وات از مينت باي ريفلكس اكشن؟ ات از ذا اوتوماتيك ريسبونس، يعني استجابه تلقائيه، بيقول عليها سبونتينيوس ريسبونس، استجابه تلقائيه اوف ذا بادي تو ديفرنت ستيمولاي، يعني للمؤثرات المختلفه، استجابه تلقائيه. اهم كلمه عشان لو جالك ساينتفك تيرم ديفينيشن ده، الكلمه دي اوتوماتيك او سبونتينيوس، يعني تلقائي، حاجه تلقائيه انت بتعملها لاي مؤثر خارجي يؤثر عليك. كلمه ديفرنت ستيمولاي يعني مؤثر مختلف، يعني مؤثرات مختلفه تاثر على جسمك. طيب تمام كده فهمنا مين المسؤول عن الريفلكس اكشن؟ طبعا السباينال ايه؟ السباينال كورد. طب تعالوا نشوف بقى الاكزامبلز على الريفلكس اكشن، خلوا بالكم كده. اول حاجه يا اولاد، موفينج يور هاند كويكلي، طبعا في الامتحان بقى يعني ممكن يقول لك جيف وان اكزامبل، او ممكن يجيبها لك مثلا على شكل وات هابن، تمام. يبقى طبعا اقول ايه، موفينج يور هاند كويكلي وين يو تاتش ا هوت ايه سيرفيس، ممكن يقول لك الامتحان وات هابن اف يو تاتش هوت سيرفيس، يبقى انت هتعمل ايه؟ هتقول له كده I move my hand او moving your hand ايه quickly، هحرك ايدي او هبعد ايدي ايه بسرعه.
ايه كمان؟ moving your hand quickly when you touch a plant with sharp thorns. يعني لما ايديك تلمس نبات فيه شوك يبقى انت تبعد ايديك بسرعه، يبقى ده reflex action. ايه كمان؟ blinking when you thumb when a something gets close to your eye. يعني تغمض عينيك بسرعه لما حاجه تقرب من عينيك. ساعات بتحصل مثلا حد حدف عليا حاجه، تلاقي نفسك تلقائي وطيت او مثلا قفلت عينيك بسرعه، ده يعتبر ريفلكس اكشن. نمبر 4 يا اولاد اللي هي decreasing the size of eye pupil on intense light. يعني الاي بيوبل بتاع العين اهي الجزء اللي هو فيها اللي هو الاسود اللي بنقول عليه نني العين ده، لما تكون واقف في مكان فيه اضاءه قويه تبص تلاقي ان سبحان الله بيصغر decrease. ليه؟ عشان ما يدخلش ضوء زياده لعينيك ويأثر طبعا على الريتنا اللي هي الشبكيه بتاعت العين. طب في الضوء اللي هو الديم لايت الضوء الخافت تلاقي الاي بيوبل ده زاد حجمه والمنظر ده. عشان كده انت لما تتنقل من اضاءه قويه لاضاءه ضعيفه شويه تدخل الشقه عندك جوه مثلا هتلاقي نفسك عينيك مزغلله شويه، يبقى ده نوع من انواع الريفلكس ايه؟ الريفلكس اكشن. طيب بعد كده نمبر 5 تراينج بالانس ديورينج سلايدنج داون. يعني بتلاقي نفسك لما تكون مثلا هتتزحلق ولا حاجه في الايام المطره اللي احنا فيها دي، وتلاقي نفسك ان انت هتتزحلق تلاقي تقول تلحق نفسك على طول تقول يا مستر ده انا كنت هقع يا مستر بس الحمد لله لحقت نفسي. يبقى ده معناه ايه يا اولاد؟ ده نوع من انواع الريفلكس اكشن اللي تتصرف فيه السباينال مين كورد او المسؤول عنه السباينال كورد. نمبر 6 اللي هي سيكريتنج سلايفا اون سينج اور سميلينج جود فود، اللي هو افراز اللعاب يا اولاد. تمام، لما تشم او تتذوق طعم اكل حلو ماما عاملاه يبقى ده طبعا بيخليك تعرف على طول ان ايه او ده سبحان الله نوع من انواع الريفلكس اكشن عشان تستعد لايه؟ للاكل والهضم. طيب لو احنا تعالوا نشوف بقى الستيجز بتاعت الريفلكس اكشن اللي هي المراحل بتاعته. شوف الصوره دي يا اولاد، يعني البنت دي قربت من الكاكتوس بلانت ده نبات الصبار ده وبتلمسه كده مش واخده بالها فبتلمس اتشوكت في شوكه دخلت في ايديها. طب ايه اللي حصل يا اولاد؟ هنا في نيرف امبالس اشاره كده عصبيه ماشيه مع ايدي كده شايفين الالم لحد ما توصل لمين؟ لحد ما توصل للسباينال كورد. اللي انا مشيت عليه ده بيسموه باسم سنسوري نيرف، سنسوري نيرف لان هو ده العصب اللي حس بالالم. يوم وصل الاشاره لمين؟ للسكرتير بتاع المخ. السكرتير بتاع المخ مش لسه بقى هيبعت للمخ، لا ده يبعت لك اشاره ثانيه شايفين اللي انا مش عليه ده؟ اشاره ثانيه عن طريق نيرف ثاني عصب ثاني بيسموه باسم موتور نيرف. موتور يعني جاي من كلمه ايه؟ حركه. فالموتور نيرف ده يفضل موصل الاشاره اللي هي الريسبونس الاستجابه لحد ما يوصلها لايديك يخليك تعمل ايه؟ تخليك تبعد ايديك زي ما انت شايف في الصوره كده بالسهم ده. لما تبعد ايديك بسرعه يبقى انت كده قدرت تحمي نفسك او عملت ريفلكس ايه؟ ريفلكس اكشن. في نفس اللحظه بيكون ساعتها اشاره واصله للمخ خلاص بقى انت اتصرفت والسباينال كورد اتصرف ولحق وخليك تبعد ايديك. المخ بعد كده يدرك بقى ان في الم وان وجعاني يا مستر ان مكان الشكه بتاعت النبات ده. يبقى ده مين بقى اللي يبتدي يحس بالالم والوجع ده؟ اللي هو البرين بعد كده. يبقى ده يا اولاد هي مراحل السباينال ايه او مراحل الريفلكس اكشن. يبقى بصوا كده نقرا مع بعض كده. The girl touched a plant with a sharp thorn. البنت لمست النبات اللي فيه اشواك ده. And quickly picked up her hand وسحبت ايديها بسرعه. طيب how does طبعا how did this occur يعني ازاي ده حصل؟ طب نقول طبعا by reflex ايه؟ by reflex action. تمام عن طريق reflex action. طب ايه اللي حصل بقى؟ في عندنا بقى اللي هي مين؟ باي ذا افكت طبعا باي ذا نيرف اندنج ان ذا فينجر اللي فيه اعصاب موجوده في الصباع زي ما انتم شايفين كده. تمام؟ ايه اللي حصل؟ ان النيرف امبالسز دي ترانسميتد تو سباينال كورد زي ما احنا قلنا الاشارات اتنقلت للسباينال كورد عن طريق سنسوري نيرف، اهم حاجه ده. سنسوري نيرف. طيب وبعد كده النيرف امبالسز تاني ترانسميتد فروم سباينال كورد بقى الاستجابه بقى يا ولاد. through a motor ايه نيرف، يبقى احنا عندنا سنسوري نيرف وعندنا موتور نيرف. طيب وبعدين طبعا وصل لمين؟ للارم ماسلز لعضلات الدراع عندك الارم ماسلز. تمام وزود طبعا برين انترفيرنس يعني من غير ما المخ يتدخل خالص. وايه اللي حصل؟ ماسلز طبعا العضلات كونتراكت انسحبت او انقبضت. تمام كده وايديك بعدت عن الشوك ده. في نفس اللحظه في امبالسز ترانسميتد فروم سباينال كورد تو ايه؟ تو سنسوري اورجان ان ذا برين. في بعض الاشارات راحت للمخ طبعا which lead to the true sense of pain اللي هي ادت الى احساسك بايه؟ بالالم بس بعد كده. تمام كده يا ولاد؟ طيب كده ده هيخلينا نعرف او عايزين نعرف حاجتين مهمين، يعني ايه سنسوري نيرف ويعني ايه موتور نيرف.
يعني ايه سنسوري نيرف؟ طبعا زي نيرفز ترانسفير او زي ترانسفير نيرف امبالسز فروم بادي اورجانز تو سباينال كورد. تاني كده، واضح ان هي اسمها اعصاب حسيه اللي هي بتحس، يبقى دي بتنقل الاشارات النيرف امبالسز الاشارات العصبيه من البادي من جسمك للسباينال ايه كورد. طب مين هو الموتور نيرف اللي هي نيرف ترانسفير امبالسز فروم سباينال كورد؟ بقى هي دي اللي بتنقل الاشاره من السباينال كورد تو اي تو ماسلز للعضلات. طيب خلصنا بكده البريفرال نيرفس سيستم، وعرفنا ايه هي الكرينيال نيرفز، وعرفنا ايه هي السباينال نيرفز. تعالوا بقى نشوف يا ولاد ways of maintaining the human nervous system، ازاي نحافظ على سلامة الـ human nervous system. Number one reducing the intake of stimulating substance such as coffee and others، يعني ما نتناولش المواد المنبهة. كلمة stimulating دي اللي هي المنبهات، تقول لي مثلا أنا عايز أشرب قهوة بقى عشان خاطر أفضل سهران النهاردة. ليه يا ولاد؟ لأن هي زي effect sleeping period بتأثر على ساعات النوم وفترات النوم and heart beats وضربات القلب. طب ده هيعمل ايه يا مستر؟ which causes to ايه او lead to ايه nervous tension. طبعا انا ترجم لكم ترجمه المفهوم مش ترجمه حرفيه. نمبر 2 stay away from tranquilizers and stimulants. يعني ايه يا مستر؟ يعني ابعد عن المهدئات والمنبهات. تمام كده؟ يعني لو في واحد مثلا بيتناول مهدئات او منبهات عشان يفضل صاحي يبعد عنها. نمبر 3 giving the body sufficient period of rest، يعني ادي لجسمك وقت كافي للراحه. تمام، خصوصا طبعا ساعات كافيه لايه للنوم. نمبر 4 avoid extreme exciting situations، يعني ابعد عن المواقف المثيره اللي فيها ازعاج او فيها مثلا صياح، ان انت بتصرخ كتير بتزعق كتير اللي هي الغضب يعني يا ولد. نمبر 5 staying away from sources of pollution، ابعد عن مصادر التلوث، وخصوصا مين يا ولاد؟ النويز ايه بلوشن التلوث الضوضائي and smoking emitted from the exhaust of cars، وطبعا الدخان اللي بيرجع من عوادم مين؟ السيارات. ايه كمان؟ doing physical exercises، اعمل تمارين رياضيه او مارس التمارين الرياضيه. طبعا دي مهمه تحفظ لك منهم، يعني احفظهم طبعا لازم، لانه ممكن يطلب منك واحده او اثنين في الايه؟ في الامتحان. ايه كمان؟ not exhausting the sensory organs by sitting for a long period in the front of computer and television. ما تجهدش، ما ترهقش، ما تتعبش يعني ال sensory organs بتاعتك ال eye وال ear. ليه يا ولاد؟ اللي انت تقعد كتير قدام التلفزيون طبعا، لان طبعا بيأثر على مين؟ على ال nervous system. Number 7 last one staying away from the addiction because طبعا it passively effect on the nervous system، يعني ابعد عن ال addiction اللي هو الادمان، اللي هو طبعا الناس اللي هي بيكونوا مدمنين وبيتناول مخدرات وحاجات زي كده. ليه؟ بيعمل حاجه اسمها retardation of the memory and learning، بيأثر على التعليم والذاكره، بيعمل nervous tension توتر عصبي، بيعمل حاجه اسمها sly giggles اللي هي التباطؤ، الانسان تلاقي رد فعله بطيء، تقول له يعمل حاجه تلاقيه بطيء مش عارف ينفذها، بيعمل loss of sensation، بيعمل نقص في الاحساس، يعني الشخص اللي بياخد مخدرات ده تلاقيه دايما احساسه ضعيف خالص، يعني حد يخبطه يضربه مش منتبه، بيعمل سليبلس اللي هو بيعمل قله ايه طبعا النوم. بكده يا ولاد انتهينا من النيرفس سيستم تماما. نحفظ الجزء دوت كويس جدا، ان شاء الله يكون سهل علينا في الامتحانات. ان شاء الله بعد كده نحل امتحانات ونحل اسئله، وبتوفيق ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.